السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التحليه بثلاثه ديال المكونات. غادي نحتاجوا فيها نص سيترو ديال الحليب، ونحتاجوا فيها هذا الفلون ديال الكراميل، هذا رويال راه كيكون فيه داك الكراميل ديالو من الداخل، كتكون واحد خنيشه ديال الكراميل. وغادي نحتاج واحد الياغورت طبيعي، ضروري يكون طبيعي ما فيه حتى شي نسمه باش كيهرس لنا الحلاوه اللي كتكون في الفلون. صافي، كناخذ واحد الكاسرونه كنديروا فيها نص سيترو ديال الحليب، وكنديروا فيها هذا الكريم كراميل اللي هو الفلون. صافي، غادي نديروها طيب. هي فيها السكر ديالها، ما كنضيفوا لها لا سكر لا والو. غادي نديروها طيب حتى تغلى، وديك الساعه غادي نضيفوا الياغورت ديالنا. صافي، من بعد ما كيغلي لنا الفلون ديالنا كنضيف داك الياغورت كامل. حاولوا ما امكن يكون طبيعي، ما ديروا فيه حتى شي نكهه باش ما كيضيعش داك النسمه ديال الكراميل اللي كتكون في الفلون ديالنا. صافي، غتخلطوا عليه، هذا ما كتردوهش دابا للعافيه، غير كتخلطوه، تخلطوه مزيان، تخليوه يدفى ونرجع معكم باش نديروه في الزليفات. صافي، دابا كناخذوا الكويسات ولا الزليفات اللي غديروا فيهم هذه التحليه هذه. غادي تلقاو هذه الخنيشه هذه ديال الكراميل غتلقاها في وسط الكرتونه ديال هذا النوع هذا ديال الفلون. غادي نديرها من تحت، يعني في من تحت ديال الزليفات، عاد ندير فوق منها الخليط ديال الفلون. فوالا البنات، كما شفتوا، بعد ما كنديروا شويه ديال الكراميل في كل زليفه، دابا غادي نخوي فوق منه داك الفلون. اللي ما عندوش هذا النوع هذا وبغى يدير الكراميل، كدير واحد تقريبا نص كاس ديال السكر، وكديروه في واحد المقله ولا كاسرونه، تنقصوا العافيه، تخليوه حتى يذوب مزيان وتطفيو عليه. ولا البنات، بعد ما كتعمروهم تخليهم يدفاو غير شويه، وتدخلوهم للثلاجه من التحت، تخليهم واحد المده ديال ساعتين على الاقل باش كيشد راسو مزيان، وكيجيكم يعني القوام ديالو بحال ديال الفلون اللي كيطيب في الفران. ولا البنات، الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا هكا كتجي كما شفتوا. انا زينتها بشويه ديال الفيوتين هنا، الا ما بغيتوش تزينوها خليوها غير في يعني في الزليفات ديالها، وزينوها بشي حاجه. ولا بغيتو تقلبوها حاولوا تخليوها حتى تبرد شي شويه، يعني حتى تسخن، يعني ملي تخرجوها من الثلاجه خليوها شي شويه حتى غير تدفى وقلبوها، راه كتقلب معكم بسهوله. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونشوفكم فيديو جديد. بسلام عليكم.